لبنان في أزمة من دون حلول في الأفق، فلا انفراج حكومية حتى الساعة بالرغم من مهدئات الوعود بقرب التشكيل، ولا آمال بالاستقرار المالي مع التلاعب الحاصل بسعر الصرف والانهيار المعيشي المستمر. وسط هذه الدوامة تحذيرات دولية من مغبة الاستقطاب السياسي والتأخر في اجتراح الحلول. فما الحل لبنانيا وأي دور خارجي في إيجاد مخارج للأزمة المستفحلة والشلل السياسي؟ لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفينا من بيروت، معنا أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية دكتورة ليلى نقولة، ومعنا أيضا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ علي حمادي. قبل بدء الحوار نتابع أولا هذا التقرير من الشارع اللبناني أعدته لنا مراسلتنا ماري ساون. عادت شعارات ثورة 17 من أكتوبر إلى الشارع اللبناني، الأزمات المتراكمة والمتداخلة وفي طليعتها انهيار العملة الوطنية دفعت بمجموعات المجتمع المدني إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية والمسيرات في شوارع بيروت والمدن الكبرى. الانهيار فتنا فيه فعليا، وبالتالي الناس صارت عم تبحث على 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 لقمه عيش يوميه، صارت عم تبحث عن مشاكلها اليوميه بدها تشوف كيف بدها تعالجها، وهيدا اكيد رح ينعكس بضمور باعداد المشاركين، بس الاستمراريه هي في مكان ما بتعطي زخم وبتعطي امل. انطلقت المسيرة من وزارة الطاقة مرورا بشوارع مار ميخائيل المتضررة نتيجة تفجير مرفأ بيروت وصولا إلى ساحة الشهداء. لم تقتصر الشعارات على المطالب المعيشية، بل علت أيضا الشعارات السياسية المطالبة بحكومة إنقاذ من خارج المنظومة الحاكمة. إذا ما طلبنا رحيل هالثلاثة اللي عم يخربوا البلد، عم بيجوعونا، عم بيحرمونا من مصرياتنا، عم بيحرمونا من حقوقنا الأساسية. ما عنا شيء نخسره، البنوك أخذوها، أخذوا مصرياتنا، القطاع الصحي هلكونا، الكهرباء هيهن ما عم تجي الكهرباء، هيدا مينيموم عم نطلب حق، نحن حق، هيدا مواطن حق عنده. نحن شعب هلأ ما عنا خيار إلا نضلنا بالشارع، بلكي هالمجتمع الدولي يلتفت فينا، لأن ما بدنا حرب وما قادرين نعمل حرب، وهيدي المنظومة هاي السلطة متمسكين على القد ولا فرقانة معهم شو عم بيصير بالشارع. يا للعار ويا للعار ويا للعار ويا للعار ويا للعار. وبينما يرفض هؤلاء نظام المحاصصة الطائفية والحزبية، تعرقل أحزاب السلطة تشكيل حكومة جديدة منذ أشهر لضمان التوازن الطائفي والحزبي وتكريس مصالحها. الغضب في الشارع اللبناني يزداد يوما بعد يوم مع استمرار انهيار العملة وغياب الحلول السياسية والاقتصادية. يتجسد هذا الغضب في تظاهرات ومسيرات وقطع للطرقات وسط توقعات لتسارع وتيرة هذه التحركات في الأسابيع القليلة المقبلة، مع التوجه لرفع الدعم عن المحروقات والمواد الغذائية الرئيسية. لاريسا عون، سكاي نيوز عربية، بيروت. نبدأ النقاش حول هذا الموضوع وأبدأ معك دكتورة ليلى، مساء الخير، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. الأمور من سيء إلى أسوأ في لبنان، المحتجون يعودون إلى الشارع، الدولار قديش صار؟ 14 تقريبا، 13 14 ألف ليرة، ولكن على مستوى التحركات السياسية الأمور تراوح مكانها. الآن هناك حديث عن اجتماع يوم الاثنين أعتقد في بعبدة، هل نتوقع إعلان تشكيل حكومة أم أنه الأمور ستسير على نفس المنوال؟ مساء الخير لك وللأستاذ علي يعني وللجميع. بشكل أساسي يعني بغض النظر إذا كانت هناك يعني إيجابية بيوم الاثنين، إذا كان هناك سوف يكون هناك حكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري أم لا، أنا لا أجد أن الأفق يعني مبشر بالخير بلبنان، لأنه يعني بشكل أساسي هذه الحكومة لقد انتفض يعني أو حكومات سعد الحريري انتفض عليها اللبنانيون ب 17 تشرين، واليوم يعني تأتي تقريبا نفس السلطة السياسية لتعود لتمارس نفس يعني بين هلالين الترقيع السياسي. ليس هناك من حلول جذرية،
كل ما هو مطلوب من الخارج من الدول المانحة قد يقومون به، ولكن فعليا لا أجد أن الأفق سوف يكون متاح لتغيير جدي وحقيقي ولإصلاح حقيقي في لبنان مع نفس الوجوه، ويعني مع حكومة رئيس سعد الحريري اللي يعني نحن بنعرف سعد الحريري من عام 2005 أو من بعد ذلك بقليل، لقد قام بتأسيس يعني أو بتأليف عدة حكومات هو وتمام سلام وغيره، ولكن لا نجد أنه قد يكون هناك تغيير شامل يعني يلبي طموحات الشعب اللبناني. بس يعني أنت تقولين دكتورة ليلى حكومة سعد الحريري انتفض عليها الشعب، بس مش الكتل النيابية اختارت السيد سعد الحريري لتشكيل الحكومة؟ طبيعي، ما نحن يعني هناك أزمة، لا شك أن هناك أزمة في لبنان، الشعب انتفض ب 17 تشرين ولكن الآليات الدستورية للتغيير الحقيقي ليست موجودة في لبنان. يعني نحن في لبنان من بعد الدستور الذي يعني الدستور الطائف أو يعني اللي غير الدستور اللبناني ليس هناك أي آليات توازن، يعني عندما يكون هناك استعصاء سياسي كالذي وقعنا فيه، هل يجب أن يكون هناك آليات في الدستور للعودة للاحتكام إلى المؤسسات، للعودة للاحتكام إلى الشعب، الدعوة إلى انتخابات مبكرة، إعطاء رئيس يعني إعطاء رئيس الجمهورية مثلا مثل النظم البرلمانية الأخرى، إعطاء رئيس الجمهورية الحق بأن يكون مثلا يحل البرلمان إذا أو غير ذلك؟ يعني هناك الكثير من الآليات المفقودة اليوم. مثلا بموضوع الرئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري، ليس هناك أي آلية لرئيس الجمهورية مثلا ليدعو إلى الاستشارات النيابية، وليس هناك أي آلية تضع حدا لأي رئيس مكلف، وليس فقط الرئيس سعد الحريري، أي رئيس مكلف بأن يكون لديه مهلة زمنية معينة إذا لم يستطع أن يشكل، فلنعود للاحتكام إلى مجلس النواب مجددا. طيب أستاذ علي حمادي، مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار. أود أن أسمع رأيك فيما يجري، وأيضا تعليق على ما قالته الدكتورة ليلى فيما يتعلق بأنه السيد سعد الحريري وغيره شكلوا حكومات وجربنا هذه الحكومات في الماضي، وبالتالي ليس هذا هو المطلوب الآن. ما المطلوب برأيك حتى يعني يكون هناك خطوة إلى الأمام على الأقل نحو حلحلة هذه الأزمة؟ يعني استمعت بكثير من الاهتمام كلام الدكتورة، اللي يستشف منه انه وكأنه الأزمة هي أزمة يعني متجذرة وواقعة فقط، وفي ما يتعلق بتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. المسألة برأيي تتجاوز مسألة سعد الحريري او تشكيله الحكومة، المسألة تتجاوزها الى المنظومة الحاكمة برمتها بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى كل القوى السياسية التي وصلت إلى حائط مسدود مع انفجار الشارع بوجهها في سنة 2019 في 17 أكتوبر تشرين الماضي. الأزمة هي أزمة أكبر بكثير من مسألة من مسائل ذات طابع دستوري أو خلافية بين رئيس الجمهورية ورئيس مكلف. المسألة تتعلق بماهية كيف يمكن أن يبقى لبنان كما هو ككيان، كيف يمكن، ما هو دور لبنان، ما هي الصيغة الجديدة التي يمكن أن يرسو عليها لبنان، ولا سيما بأنه الموضوع ليس أزمة سياسية عادية وعابرة. هناك فريق كبير في البلد هو فريق مسلح، وهذه إشكالية كبرى في تركيبة البلد، إشكالية داخلية، إشكالية إقليمية مع دول الجوار، وإشكالية دولية أيضا. إذن نحن لا يمكن أن نختصر المسألة بمطالب رئيس الجمهورية أو مطالب رئيس حكومة أو هذا الخلاف. هذا خلاف جدي صحيح، لكنه ليس هو المشكلة الحقيقية العميقة. الفساد المستفحل هو مستفحل منذ سنوات بعيدة، كل الأطراف مشاركة في الفساد، كل الأطراف مشتبه بها في الفساد، فلنكن لكي نكون واضحين. وإذا نحن أمام إشكالية كبيرة، وقد عبر عنها البارحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عندما تحدث بلغة المرشد الجمهورية، ووجه سلسلة من الإنذارات ومن التهديدات لأطراف عديدة في البلد. وإذا نحن أمام هذه الإشكالية العميقة. بس عندما تقول أستاذ علي أنه المسألة تتجاوز الرئيس سعد الحريري لتشمل المنظومة الحاكمة برمتهم، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل الحلول
تكمن خارج المنظومة الحاكمة. اليوم الناس اللي في الشارع تطالب بحكومة إنقاذ من خارج الطبقة الحاكمة، هذا هو المطلب منذ بداية 17 أكتوبر 2019، ولكن هل هذا مطلب عملي، مطلب معقول يمكن تنفيذه على أرض الواقع؟ هو حلم أكثر مما مطلب معقول، لأنه الآليات إذا كنا نريد أن نعمل من خارج آليات الدستورية، أما إذا كانت الحالة حالة انقلابية والشارع هو الذي يستلم زمام الأمور وتكون هناك ثورة بكل معنى الكلمة، المسألة مختلفة. هذا الأمر حتى الآن مستحيل وغير ممكن من الناحية العملية. إذن بالعودة إلى الآليات الدستورية، الآليات الدستورية واضحة، القوى الممثلة في البرلمان هي القوى التي يتألف منها السلطة التنفيذية. ربما الآن المطلوب دوليا هو أن تجلس تقف القوى السياسية التقليدية جانبا وأن تترك مهمة تأليف حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين يقومون بمهمة غير سياسية وإنما بمهمة إنقاذ اقتصادي ومالي. ربما هذا هو المطلوب، وهذه هي روحية المبادرة الفرنسية التي أرى اليوم أن الجميع قد تجاوزها. تجاوزها رئيس الجمهورية طبعا، تجاوزها الأمين العام لحزب الله، حاول ويحاول رئيس المكلف سعد الحريري أن يتمسك بها، لكن يعني تقديري أنه لن يستطيع وحده التمسك بمبادرة ربما معظم الأطراف لا تريد لها أن تكون على الطاولة. بمناسبة الحديث عن المبادرة الفرنسية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان له تصريح في حول هذا الموضوع، يقول خلال الأسابيع القادمة وبطريقة واضحة ودون أدنى شك نحتاج إلى تغيير النهج والأسلوب، لأنه لا يمكننا أن نترك الشعب اللبناني يتخبط منذ شهر أغسطس الماضي في الوضع الحالي. يجب تجنب انهيار البلد، لذلك المطلوب الإسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات المرجوة. دكتورة ليلى، مسألة العامل الخارجي، المبادرة الفرنسية، دعوات الآن من قبل البعض، البطرك مثلا، إلى مسألة التدويل، هل هذه حلول ممكنة؟ هل هذه هي الحلول ربما الوحيدة المتبقية في غياب توافق على حل لبناني داخلي؟ يعني بشكل أساسي نحن في لبنان لطالما كان لبنان ساحة للصراعات الموجودة، أما كانت صراع من زمان، كانت صراع عربي، اليوم صراع أمريكي إيراني، صراع بالوكالة على كل المستويات. وللأسف يعني نحن في لبنان الأكيد لا يختصر الموضوع بالإطار فقط الدستوري، ولكنه هو أيضا حل، لأنه نحن كلما دخلنا في فراغ دستوري تبقى الأمور مرتبطة بكلمة سر من الخارج أو بتبدل ظروف إقليمية معينة تفرض نفسها على الساحة اللبنانية. اليوم يعني بشكل أساسي نحن نعيش حالة منذ يعني توتر العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نعيش هذا الصراع بشكل جدي وحقيقي في لبنان. للأسف يعني الشعب اللبناني لم يعد يستطيع أن ينتظر الانفراج المتوقع أن يحصل بعد الانتخابات الإيرانية. نتمنى أن يكون هناك يعني عودة لضمير المسؤولين إلى أن يجلسوا إلى الطاولة. أما بالنسبة إلى أن يفرض الخارج حلا لا يريده اللبنانيون، لا أعتقد أن هذا الموضوع يمكن أن يفرض فرضا على اللبنانيين. إذا لنفترض مثلا على موضوع التدويل الذي عرضه البطريرك الراعي، يعني بدون حوار داخلي، وإذا كانت الأطراف الداخلية لا تريد أن هذا الحل التدويلي، سوف يكون هناك إشكالات في الداخل، يعني ويكون هناك تهديدات متبادلة في الداخل وسوف يتم عرقلته. وبالمبادرة الفرنسية نفس الشيء، لا يمكن فرض أي شيء على أحد في لبنان طالما يعني هناك قوى سياسية نافذة تستطيع أن ترفض وأن تعطل، إلا إذا في حال يعني عادة نحن في العلاقات الدولية نقول أنه لا يمكن فرض شيء على أحد إلا إذا انهزم. يعني لا نتمنى أن ينهزم أحد الأطراف في لبنان، نتمنى أن يكون هناك تسوية سياسية معينة تؤدي إلى إراحة البلد وليس يعني استقواء أحد على الآخر. أستاذ علي، بمناسبة الحديث عن التدخل أو الحلول الخارجية، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان له تغريدة يقول فيها كل هذا النقاش
حصل لا، كل هذا النقاش جميل لكن لا تصريف له عمليا في غياب حكومة فيها الحد الأدنى من التضامن وخطة صمود اقتصادية. أما الذين استفادوا من الدعم في شتى المجالات فكفى دموع تماسيح، العودة إلى الماضي لا تنفع، كفى مراهنات سياسية واهية لدول أو محاور، لنتعلم من دروس التاريخ، أنصح بالتسوية. هل هناك بالفعل مراهنات في غير مكانها على حلول خارجية أستاذ علي؟ للتوضيح، هذه التغريدة صدرت البارحة في منتصف الليل تقريبا من الوزير وليد جملاط. كان واضح أنه كان يرد أو يعلق على نقاش حصل في أحد البرامج التلفزيونية المرموقة في لبنان، وكان هناك نقاش بين اقتصاديين، بين ممثلين للقطاعات الاقتصادية اللبنانية، ولذلك قال إنه هذه كل هذا النقاش جميل، إنما يعني كل هذا الكلام لا يسمن ولا يغني. على صعيد المراهنات، طبعا جملات هو من القائلين بأنه الرهانات الخارجية هي رهانات يمكن أن تكون انتحارية للبنان، وقد ولدينا العديد من الأمثلة في التاريخ والشواهد التاريخية في السنوات الماضية، في العقود الماضية. يريد يسعى جملات إلى إقناع معظم الأطراف بتسوية، وهو منفتح على تسوية، ويحاول أن يقنع الرئيس سعد الحريري بقبول تسوية معقولة لا ينكسر فيها الحريري، لا ينكسر فيها رئيس الجمهورية، لكن بالطبع لا ينكسر فيها الرئيس الحريري كرئيس للحكومة، لأنه التجارب أيضا علمتنا أنه إذا في أحد الأطراف انكسر أمام طرف آخر ربما بيمشي الحال لمدة قصيرة ثم يعود الموضوع وينفجر بين أيدي. تسوية معقولة مثل ماذا أستاذ علي برأيك؟ تسوية معقولة يعني مثلا لنفترض أنه على أساس أن الأزمة هي أزمة داخلية حول تشكيل الحكومة وحول الحصة التي يطالب بها رئيس الجمهورية، والتي يعني يمتنع رئيس الحكومة المكلف أن يعطيها إياه يعطيه إياها. في هذا الإطار جملات يعني ما عنده مانع من أنه يكون في تنازلات من جانب الرئيس سعد الحريري لكي يدفع برئيس الجمهورية لتوقيع مراسيم تشكيل الحكومة، لأنه من دون توقيع رئيس جمهورية ما فينا نألف حكومة. لكن أيضا من دون رئيس حكومة مكلف يؤلف حكومة، يكون هو الذي يؤلف حكومة طبعا بالتشاور مع رئيس الجمهورية، كمان ما فيك تشكل حكومة. وحتى لو ظهر سعد الحريري من الصورة، رئيس الحكومة الذي سيأتي بعده إذا كان صاحب صفة تمثيلية حقيقية داخل طائفته ما رح يقبل بأقل ما قبل فيه. طيب. الرئيس سعد الحريري، وبالتالي نعود إلى أصل المشكل. إذن المطلوب تسوية، هل تنجح التسوية؟ أنا تقديري أنه ربما يوم الاثنين الموعد المضروب نظريا للقاء بين الرئيسين ربما يكون هو موعد من دون أن تتبخض عنه تشكيلة جديدة للحكومة، لكن لابد من تسوية، لأنه البلد فعلا وصل إلى حافة الهاوية. دكتورة ليلى، هذه التسوية التي أشار إليها الأستاذ علي، التسوية المعقولة كما وصفها، يعني تبادل حصص أو تنازل من هنا وتنازل من هناك، قد تكون تسوية معقولة ومقبولة على مستوى السياسيين، على مستوى الطبقة الحاكمة، ولكن هل هذا يرضي الشارع برأيك؟ هل هذا يحل المشكلة أو المشاكل التي تواجهها لبنان اليوم؟ يعني بشكل أساسي قد لا يكون على طموح اللبنانيين. كل هذه التسويات الموضعية ليست على طموح اللبنانيين، ولكن فعليا يعني وصل الشعب اللبناني إلى حائط مسدود. لقد نزلوا في 17 تشرين الأول أكتوبر الماضي، ويعني لم يؤدي إلى أي شيء ولم يتحقق أي شيء، نزلوا بالملايين ولم يتحقق أي شيء، ثم يعني أتى انفجار بيروت ولم يغير أي شيء. الحالة التي وصل إليها اللبنانيون في يعني بارتفاع سعر صرف الدولار، عدم قدرتهم على الدخول إلى المستشفيات، عدم قدرتهم على الحد الأدنى من الأكل والشرب، بعتقد أنه يعني يريد اللبنانيون أي شيء يريح الساحة اللبنانية ليستطيعوا الاستمرار. يعني عندما يصل الشعب إلى ما وصل إليه لبنان، من يعني نحن على أبواب انفجار اجتماعي اقتصادي،
أمني. لذلك بتصور أنه نعم يجب أن يكون هناك تسوية ما، لأنه يعني الخطر أن تنفجر الأمور أمنيا في الطرقات، وعندها لا ينفع شيء لا من الحصص ولا من التحاصص ولا من كل هذه المطالبات. أتمنى أن يكون هناك وعي لدى الشعب اللبناني، في حال أراد أن يغير عليه أن يغير في الانتخابات. يعني إذا كانت هالتسوية اليوم تريح الشعب اللبناني قليلا لكي يستطيع الصمود، على الشعب اللبناني أن يذهب إلى صناديق الاقتراع ويغير الطبقة السياسية التي لا يريد أن يعيدها إلى الحكم. أستاذ علي، بالأمس استمعنا إلى أيضا عودة إلى مسألة الحكومة التكنوسياسية، هل هذا يعني هو المطلوب الآن، أم نحن بحاجة إلى حكومة خبراء، حكومة إنقاذ اقتصادي مالي بشكل من الأشكال؟ هل مسألة المحاصصة السياسية ما زالت مطروحة في ضوء هذه الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون؟ البارحة سمعنا هذا التعبير، عودة إلى هذا التعبير أو هذا الوصف، تكنوسياسية، عمليا حكومة سياسية بوجوه تكنوقراطية، هذا هو التفسير العملي لهذا الطرح الذي أعاد إحيائه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هذا الطرح يلتقي مع ما يريده رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون. في المقابل هناك وجهة نظر يتمسك بها حتى اليوم، حتى هذه اللحظة، لا نعرف غدا، لا نعرف بعد غد، لأنه بتعرف أنت بلبنان وأنت خبير بلبنان قديش الأمور بتتحول بين ليلة والتاني، بتنام بعشي وبتفيق عشي تاني. الرئيس سعد الحريري لغاية هذه اللحظة يتمسك بحكومة من اختصاصيين غير حزبيين غير استفزازيين للأحزاب، لكنهم لا يتلقون أوامرهم وتعليماتهم من الأحزاب. هذه هي مبادئ هذا هو أساس ترشيحه على قاعدة روحية المبادرة الفرنسية. هل يستطيع أن يحقق هذا الوعد أو هذا الالتزام؟ اليوم بعدما انحاز حزب الله يعني بشكل واضح إلى رئيس الجمهورية في هذا الخيار، وهناك عديد من القوى السياسية تقول المانع لدينا فلتؤلف الحكومة كيف ما اتفق الأمر، تفقوا على شو ما كانوا بنمشي. حتى النائب وليد جملاط يقول، سابق وليد جملاط بيقول أنه نحن الأكترية شو بتقرر نحن بنمشي. إذن يعني الإشكالية هنا، ماذا بقي من المبادرة الفرنسية؟ في حال تشكلت حكومة من خارج روحية المبادرة الفرنسية كيف سيتعامل العالم؟ لأنه نحن عم نحكي، هل يمكن للسيد الحريري أستاذ علي أن يشكل حكومة من خارج روحية المبادرة الفرنسية برأيك؟ أنا برأيي صعب، لأنه أولا هذا التزام، هو قدم ترشيحه قبل 6 أشهر أو 5 أشهر أمام الناس يعني في أحد البرامج التلفزيونية على قاعدة المبادرة الفرنسية وعلى قاعدة شروط معينة وأطر معينة. أطار الأساسي هو حكومة اختصاصيين مستقلين من خارج الأحزاب غير استفزازيين. هذا الإطار هل سيتنازل؟ أنا بتقديري راح يكون صعب عليه، بس بلبنان كل شيء ممكن بالنتيجة. إنما مثل ما كنت عم بقول لك قبل ما يكون عندك مداخلة، إنه نحن ننظر إلى المسألة بقصة إنه حريري وعون وحريري وجملاط وما شبه ذلك، لكن العالم المجتمع الدولي كيف سيتعامل مع حكومة تؤلف وفق ما قاله البارحة السيد حسن نصر الله؟ كيف سيتعامل العالم العربي الذي لديه 1000 يعني اعتبار وألف عتب وعتب وألف يعني هيك يعني حذر من الوضع الداخلي اللبناني، وخصوصا فيما يتعلق بحزب الله وما يفعله خارج الحدود وسيطرته على لبنان؟ هذا كله سوف يكون بالحسبان، لأنه مش المهم بس نشكل حكومة، المهم نشكل حكومة أنه ما تكون معزولة، أولا ما تشكل مشكلة داخلية، ثانيا لا تكون معزولة عربيا ولا تكون معزولة خارجيا وغير قادرة على التفاوض مع الجهات المانحة والجهات التي سوف تساعد لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية. إذن الإشكالية هي يعني متشابكة، هنا في عدة إشكاليات متشابكة فيما بينها. هذه نقطة لافتة دكتورة ليلى، هل بالإمكان الوصول إلى وصفة من هذا النوع، تشكيل حكومة تكون
مقبولة داخليا غير معزولة خارجيا، تلبي يعني كل هذه المطالب، هل هذا الشيء اليوم متاح في المشهد السياسي اللبناني؟ يعني بالتأكيد هناك يستطيع اللبنانيون أن يجدوا كفاءات تكون مقبولة من الخارج. يعني عندنا كثير من الكفاءات داخل الأحزاب وخارج الأحزاب، لدينا الكثير من الكفاءات التي ممكن أن تكون وجوه موثوقة. ولكن هون اسمح لي فقط أن أقول بموضوع أنه الرئيس سعد الحريري هو رئيس تيار وحزب سياسي، عندما يقول أريد أنا أن أسمي فهو يعني أنه هو الذي يستطيع أن يمون على هؤلاء الوزراء. فإذا أي وزير يسميه سعد الحريري هو وزير محسوب على تيار المستقبل. يعني لا نستطيع أن نبسط الأمور بأنه المبادرة الفرنسية تقول لسعد الحريري اختر اختصاصيين مستقلين. ما هي درجة استقلاليتهم عندما يختارهم سعد الحريري؟ بالنهاية لا نستطيع في لبنان ولا يمكن للبنان أن يقوم بحكومة تكون تقريبا مجلس إدارة يرأسها سعد الحريري. الأكيد أن الأحزاب السياسية والكتل النيابية لكي تعطي ثقة للحكومة في المجلس النيابي عليها أن تثق بهذه الوجوه. والموضوع أنه جميع الأحزاب وجميع الطوائف فيها اختصاصيين وفيها خبراء، ولكن الاستقلالية 100%، يعني أنا لا أجد أنه هذا الموضوع بلبنان يعني موجود. لا يعني بلبنان ليس هناك أحد مستقل 100%. قد يكون غير حزبي، قد يكون موثوق له موثوقية وله يعني كفاءة يستطيع أن يريح الخارج والداخل، نعم، ولكن يعني بشكل أساسي سوف يعني يأتي الحريري بأشخاص من الفضاء، يعني لهم من لبنان. طيب. بعتقد إنه التسوية يجب أن تكون اختصاصيين تسميهم الأحزاب من غير الحزبيين، لديهم درجة من الموثوقية والكفاءة والاحترام بما يريح الدول العربية بشكل أساسي، الدول الخارجية، ويعطي مصداقية للدول المانحة وصندوق النقد الدولي بأن الإصلاحات سوف تتم. أعتقد هذه تسوية قد تكون مقبولة بلبنان وبالخارج. أستاذ علي، ما رأيك؟ مسألة الاستقلالية 100% غير ممكنة كما تقول الدكتورة ليلى، وأي شخص أو شخصيات اختارها السيد الحريري ستمثل في نهاية المطاف توجه معين، ما رأيك في ذلك؟ يعني هو ما بدي خالف لرأيه، بس هو صحيح انه بلبنان اولا نظرا لحجم لبنان الصغير، لبنان ضيعه، يعني بضحك على بعضنا بس بالنتيجه لبنان قد شارع بلندن او بباريس، كل الناس بتعرف بعضها وكل الناس مترابطه بشكل او باخر مع بعضها. لكن الاستقلاليه بمعنى ان لا نكرر تجربه الدكتور حسان دياب رئيس الحكومه، حكومة تصريف الأعمال الحالية، هو تكنوقراطي، منه رجل سياسي، كل أعضاء الحكومة اللي موجودين معه من التكنوقراط غير السياسيين وشخصيات عندها قسم منها لا بأس به عندهم كفاءة، ومع ذلك عانوا من عزلة خانقة وعربية دولية، وأدار العالم ظهره لهذه الحكومة وسقطت الحكومة بالضربة القاضية منذ اليوم الأول، لأنها اعتبرت بأنها حكومة، صنفت بأنها حكومة بشكل أو بآخر تأتمر برئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون وبحزب الله، وهذه حكومة لا تستطيع أن تواجه العالم وأن تخرج إلى العالم لتقول مدوا لتمد يدها إلى العالم وتجد من يلتقط هذه اليد. في إشكالية بالبلد. سعد الحريري مظبوط عم بتقول الدكتورة وأنا معها لما بتقول أنه هو رئيس حزب وهو رجل سياسي، لكن إشكالية سعد الحريري يجب النظر إليها بغير إطار، هو إطار أنه ممثل، هو الممثل الأقوى والأكبر لطائفته في والمنصب رئاسة الحكومة ومنصب سني لا يستطيع أن نجلب أحد من المريخ عليه، بينما الحكومات يمكن أن تكون مؤلفة من تكنوقراط طالما في رئيس جمهورية قوي يمثل المسيحيين ورئيس مجلس نواب قوي يمثل الطائفة الشيعية وأن يكون الرئيس الحكومة من السنة. شكرا جزيلا لك الأستاذ علي حمادي الكاتب والباحث السياسي، وأشكر أيضا الدكتورة ليلى نقولة أستاذة العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، كان معنا من العاصمة اللبنانية بيروت. شكرا جزيلا.